المدرسة والجامعة ليست فضاء للصراعات أو المصالح والإيديولوجيات ولا للمنافسة السياسية، فعلى الجميع أن يحترم حرمة الجامعة، وخاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة وعلى أبنائنا وبناتنا الطلبة من مختلف فئات الشعب أن يحمدوا الله اليوم على ما تمكنت الجزائر من توفيره لهم في ظروف صعبة، وأن يساهموا من خلال كفانهم في تحضير ظروف أحسن للدفوعات اللاحقة من طلبة في الجزائر تنجز المزيد من التقدم. ذلكم هو تعاقب الأجيال في خدمة الوطن. صحيح أن بعض الأصوات المتشائمة والهدامة ترتفع من حين إلى آخر بانتقاد للجامعة الجزائرية ونتاجها البشري انتقادا عابثا، أحسن رد عليه هي المكانة التي اكتسبها العديد من خريجي جامعاتنا في دول غربية عندما اختاروا خيار الهجرة.